انا ذيك اللحظه ما قدرت امسك نفسي الا وشويه في وجهه، اقسم بالله يعني ضربته ضرب ما كنت مركز، قعدت اضربه ومسكته هنا وطلعته لقدام. انياسيا ربني جينا من ذا اليوم، جات لكم فيديو جديد، والفيديو راح يكون قصه من قصصي. هذه القصه انتم كنتوا تطالبوني فيه وتقولوا لي نزلي نزلي نزلي، ايوه هي القصه اللي انتم طالبتوني فيها، اللي صار معايا معايا ومع الولد اللي تهاوشت معاه. فبحكي لكم القصة، بس قبل ما ابدا الفيديو للي مو مشترك في قناتي يشترك الان، ولا تنسوا تفعلوا الجرس عشان يوصلكم الشعار كل ما انزل فيديو جديد. المهم، وكمان احنا عاملين قناة قناة ثانية غير هذه القناة، مو ليا، لا ليا ولا عائلتي، يعني انا وعائلتي مع بعض مشتركين في قناة. فهذه القناة خاصة للفلوقات وعن روتين حياتنا اللي احنا نعيشه في كوريا وكذا. ف بحط لكم الرابط في صندوق الوصف، ويا ريت تروحوا تتابعونا وتشوفوا الفلوقات، وان شاء الله راح ننزل فلوقات اكثر واكثر، وراح تعرفوا حاجات كثيره عن الحياه في كوريا. فما اطول عليكم، كمان صح تابعوني في الانستغرام لاني انزل فيه كل شيء في الانستغرام، راح احط لكم الاسم هنا، اوكي؟ فيا ريت تروحوا تتابعوني على الانستغرام، توقفوا كل حاجه الحين وتروحوا تتابعوني على الانستغرام، لانه انزل كل شيء وكل واتكلم مع الناس واتواصل مع المعجبين اللي يتابعوني على اليوتيوب وعلى الانستغرام وعلى كل شيء. فالمهم ما اطول عليكم، خلونا نروح للفيديو. مثل ما تعرفوا ان انا الحين ثالث ثانوي. ثالث ثانوي احنا عندنا في المدرسة، طبعا في المدارس الكورية عامة، انه احنا ناخذ ملابس تنكرية مثل الهالوين، وناخذ صور، بعض الصور يعني اي لبس اختاره البسه واتصور وكذا، يعني هذه الصور محتاجينها يعني ليوم التخرج، كمان الاحتفاظ فيها كذكريات، اوكي؟ فالمهم انه يوم من الايام جاء الوقت اللي احنا نتصور الصور هذه حقت الهالوين وكذا. رحت للمدرسة طبيعي، جهزت نفسي واموري وكذا، طبعا ما لقيت الزي اللي كنت انا اطمح فيه، زي ياسمين ما لقيته، فاضطريت انه اخذ زي كويشين. الكويشين يعني معناته الشبح الكوري، فاضطرت اني اخذ الشبح، يعني الشبح عامة كل الاشباح كويشين. المهم، فانا اضطريت انه اخذ هذا الزي، فكان مودي مرة مو رايق، وكان ذاك اليوم جو حر حر يخنق يعني. فاخذت هذا الزي وكذا، وطبعا كل صف كل شعبة تاخذ صور مع بعضهم، ونتجمع كلنا في مكان وناخذ صور، وكل واحد بلبس التنكر العجيب هذا. فذاك اليوم كنت انا حابة اصور لكم فلوق عشان اوريكم هذا الشيء، يعني اوريكم كيف احنا نسوي الصور التخرج وكذا، وكيف احنا نكون مع بعضينا وكذا. فذاك اليوم انه جهزنا وخلصنا وخلصنا الغداء، فتحركنا الى المكان اللي راح ناخذ فيه الصور، المكان اللي هو يعني زي متحف ولا كذا ناخذ فيه صور، و بنفس الوقت نتكلم نلعب مع بعضنا وزي كذا. فاللي صار انه انا قمت صورت فلوق، وصورت بعض الناس وكانوا مرة متقبلين اني اصورهم، يعني اصحابي وكذا، كان في بعضهم متقبلين وفي بعضهم مو متقبلين. فكان الناس اللي مو متقبلين طبعا انا ما كنت اصورهم ولا اخذ اذن منهم، واقول لهم يعني حتى لو صورتهم بالغلط اقول لهم انا بس بحذف هذا المقطع، يعني ما بنزله، بحذف، واللي حاب يعمل تحية يعمل تحية، واقول لهم خلاص. فكنت اخذ اذن كل واحد. فانا كنت قاعدة اصور، وصورنا وتقريبا وخلصنا كل شيء. الاستاذ حقتنا المسؤول عننا، طبعا للساعة 3 في العصر نخلص، كان المفروض كل حاجة. الاستاذ المسؤول عننا راح قبلنا وقال لنا اذا انتم حابين تقعدوا تتصوروا مع بعض، تشاركوا مع بعض صور وكذا وتسووا ذكريات، فقعدوا، واللي حاب يروح يروح، اوكي؟ فهو راح قبلنا. فبعض الشعب لساتهم يعني ما اخذوا اي صور، يعني انه مننا 8 شعب، يعني كل واحد ياخذ صورة فردية، وكل شعبة يعني صورة فردية، غير صور مع بعض غير كذا. في منهم يعني بعض الشعب اللي هي الاول والشعب الثانية منهم راحوا ومنهم بقوا، فا اوكي. فانا كنت قاعدة اصور فلوق وكذا، فكنت انا اصور شعبة من الشعب، بس ما صورت، ما كنت اصور التفاصيل حقتهم، ما كنت اصور اي حاجة عنهم، كنت بس اللي اصور كذا اقلب، يعني اصور في المكان
في الجو يعني عمل تصوير الجو. فطلع لي ولد من الأولاد. هذا الولد يعني طبعا أنا وياه علاقتنا مو مرة كويسة أصلا, مو أنا ما إحنا أصحاب يعني نهائيا. ودائما هو ساكن تقريبا في المكان اللي أنا ساكنة فيه, يعني بنفس المنطقة, نطلع في نفس الباص, نلتقي بنفس الباص, يتحركش فيني أكثر من مرة وأسكت له, يعني ما أسكت له, أقوم أطنشه, يتحركش وأطنشه. يوم من الأيام بعض الأحيان أمد يدي عليه وكذا, فهو كان متقبل يعني عادي, يمد يدي عليه وخلاص لأنه هو البادي. فأنا كنت قاعدة أصور, فجأة يطلع لي ما أدري من فين, يطلع لي طلعة يقول لي لا تصوري. طبعا انا ما كنت قاعده اصور, فقطعت هذا الفيديو. يقول لي لا تصوري مو ادري ايش, وقاعد يسبني كلام وسخ, يعني كلام انتوا لو سمعتوا تنصدموا, يعني قاعد يسبني ويقول لي لا تصوري وما اعرف ايش وكذا. فقلت له ان لا تصور. قال لي طيب انت من اي شعبه, يلا خلينا اعرف من اي شعبه. قلت له ما بقول لك. قلت له لا تسب. بعدين يرجع يقول لي انت شكلك من هذا الكلام, قاعد يسب سب سب كثير. انا دفيته, قلت له لا تسب. فدفعته وجيت أمشي, هو مرة ثانية قد يلحقني ويسبني. فدفعته يعني مرة استغل, يعني قاعد يستفزني عشان أعصب. فهو قاعد يسبسب فيني وأنا دفعته. آخر شيء قال فين الأساتذة حقتها, يعني قاعد يدور هنا وهنا وهنا, يقول فين الأساتذة, اتأكد لو في كان واحد جنبه صاحبه, وطبعا شعبتي ورايا. فهم كانوا طالعوا وما كانوا يسوي شيء, فالبين كان كلام بداية. فقلت له أنت لا تسب. فدفعته. فأنا جاية رايحة لصفي إلا وفجأة يقوم يركني في هنا في الفخاد, يعني في مخارتي, معلش على الكلمة, بس هو ركني هنا. فذيك اللحظة أنا ما قدرت أتمالك نفسي, كيف هو سوى هذه الحركة. طبعا هذه الحركة مرة ما طيقها, حتى لو تكون مزح مرة ما طيقها. أنا ذيك اللحظة ما قدرت أمسك نفسي إلا وشوية في وجهه, بسم الله, يعني ضربته بضرب ما كنت مركزة, بس أبغى أضربه. ضربت, قعدت أضربه ومسكته هنا وطلعته للدم. فحقت الشعبة أو الطلاب صفه قاموا عملوا يعني بعدوا فينا, قاموا يحاولوا بعدوا فينا أنا وياه. طحت جوال وكذا ولفيت جوالي وقالوا يلا امشي, روحي مكانك, روحي لشعبتك. انا كنت هذا يقولوا له هدي, وبعضهم منهم ماسكيني كذا وماسكينه هو, وانا اقول له اتحداك لو تسوي كذا ما ادري ايش, قاعده يعني ممكن كنت قاعده استفزه, وانا كمان ابغى اضربه. اقول له يلا تعال, تبى تضاربني تعال. فانا بذيك اللحظه كنت معصبه, ما كنت مركزه الا ابغى اضربه. ف المهم ودوني لشعبتي إلا وفجأة, وسيبوا الولد إلا وفجأة ألاقي الولد يجري ويمسك شعري, يمسك شعري ويشدني كذا. فذيك اللحظة أنا كمان شايفة شعري وأطلع وأعطي له كفوف مرة قوية. مع أنا ما كنت مركزة إيش كنت قاعد بسأل, أضرب أحرك يدوني مش عارفة اي جهف وجهه, المهم انه احرك يدوني واضرب, اكون الناس كمان يكون لي يد في الموضوع يعني اضرب. الناس جم فارقونا مره ثانيه, مسكوني انا اكثر وقاعد يشدوني. الولد راحوا مسكوه دفوه وخلوه هناك قاعد على جنب, وانا قاعد انا ما كنت مركزه بشيء. هم هذا كله كلامهم يحكوا لي, انا قاعد اصرخ واقول له يا ولد, كنت اسبسب بالكوري طبعا مو بالعربي. المهم قعدت اسبسب بطريقه وماسكين هم يعني تقريبا الاستاذه وبعض البنات ماسكين يقولوا لي هدائي, وانا كنت يعني كنت حاطوني زي مكان زي الكرسي زي كذا, وانا واقفه فوق الكرسي واسبسب وهم ماسكيني من يدي وماسكيني من جسمي. ما شايفه شيء الا ابغى اقتل هذا الولد, لو قتلته خلاص برتاح نفسيا. كنت اقول يا ولد. فالناس كانوا مجمعيني وكنت قاعدة أضبط وكذا, ويمكن ركلت الأستاذة وركلت البنت اللي كانت تمسكني, وقالوا له فين الأستاذ حقتها, فين الأستاذ حقتنا. طبعا الأستاذ حقتي المسؤول حقتي كان قد مشي, بس بقوا بعض الأساتذة المسؤولين حقت الصفوف الثانية, وكمان المسؤولة اللي كانت يعني الأستاذة المسؤولة حقتي اللي كانت في أول ثانوي كانت مسؤولة عني. طبعا أنا أحب هذه الأستاذة وعملت معي حاجات كثيرة حلوة. فجت الأستاذة وجاء أخويا مينو هداني وسكتني
تخيلوا يعني كان من قوتي يعني كنت انا متحرك وهذا كان منه ولا الثاني ماسكني كذا ماسك يدي هنا. من كثر ما هو ماسك يدي صار اثار على يدي يعني صار اثار مره قويه وجسمي كله. اليوم الثاني ما حس فيه الا انكسر يعني ما حسيت بالالم ذاك الوقت حسيته في اليوم الثاني. فالمهم رحت ذاك يعني روحت البيت وكذا في بعضهم قالوا لي ايش اللي صار وقالوا لي يعني اهتموا لي في بعضهم طنشوني. اليوم الثاني جيت والناس أغلبية البنات يحشوا علي قالبين علي البنات حاشين وقالبين علي أكثر من الولد نفسه اللي تضر. الولد نفسه كمان قال لي الأستاذ عشان ما تتواجهي أنت وياه أخرج برا. تخيلوا أخذ إذن أنه أخرج برا أكل في وقت الغداء عشان ما أتواجه أنا وياه. أنا قلت له لا يعني هذا تعتبر جبان يعني أحس نفسي جبانة لو خربت منه لازم أنه أظهر يعني أمامه. قال عشان ما يصير عينك وعينه مع بعض يعني نصير مشاجرة ثانية. فالمهم التقيت أنا وياه ذاك اليوم برضه وعادي وكأني أنا ما شايفه وتصرفت عادي. واليوم الثاني كلمني الأستاذ قامنا أخذ أقوالي وأخذ أقواله. كان مفروض يعني على أني أنا طلعت للدم وما عمل لي أي حاجة ما ضربني ضرب مشوه وكذا. قالوني أنه ممكن أنه ينقلب علي أروح الشرطة يعني وأدفع غرامة. ليش؟ لأني أنا قطعت الكفوف وضربته وسبعته. فالحمد لله ما صار هذا الشيء. الولد عشان بنفس صفي ويصير في أحسن العوائل يصير في أحسن الحالات هذا الشيء طبيعي إنه نكون في مشاجرات بين الطلاب مع بعضهم. فالمهم ما صار بيني وبين الولد هذا يعني ما صار إنه لازم أعتذر له وكذا وكذا يعني بما إني كمان أجنبية موقف ضعيف شوية. فالمهم ما صار هذا الشيء والأستاذ أخذ أقوالي وقلت كذا وكذا كذا والأستاذ أخذ أقوال الولد وقال له كل الكلام. بس الولد قال انه انا قلت له لما كنت قاعدة اصور قلت له انا بطلعها في اليوتيوب. هو يقول لي لا تصوري وانا بطلعها في اليوتيوب. انا طبعا ما قلت هذا الكلام. فقال لي الاستاذ هو قال كذا. قلت له ما قلت هذا الكلام كذا وانهم اكثر من مرة يضايقوني ومو هذه المرة اكثر من مرة. هذول طبعا هذه الشلة اللي شايفين نفسهم واو وان احنا الكول واحنا البنات اللي ما ادري ايش في كل المسلسلات زي كذا يعني عاملين نفس الفكرة وإن احنا ما ادري ايش واحنا الاقوياء وكذا. المهم انه البنات قلبوا علي حتى يمكن اصدقائي نفسهم لما رحت اكل معاهم ما قعدوا يتكلموا معي ابدا. تخيلوا يعني الاولاد بعض الطالبات اللي معي في الصف اللي معي بنفس الشعبة اهتموا فيني وقالوا لي لا تزعلي وقعدوا يواسوني وكذا وكلام الوسخ طنشي وهو اصلا سيء رغم انهم هم كانوا مع هذا الولد تقريبا من الابتدائي يعني يعرفوه من زمان. فمع ذلك وقفوا معي وبعض البنات قلبوا علي قلبه يعني الولد نفسه اللي ضربته ما قلب عليه زي البنات اللي قلبوا علي رغم انهم كانوا صديقاتي وكذا. بس اكتشفت انهم طلعوا اي كلام يعني. فالبنت اللي كمان اللي كانت تمسكني وفرعت عليها عملت لي كمان بلاغ. عملت علي بلاغ انه قالت انه انا وانا هي كانت ماسكني تبعني عن الولد اني انا ضبطت يعني شتها برجلي. وفي منهم عملوا علي اكثر من بلاغ. فالمهم انا طنشت وحاولت انه امشي في الموضوع. كلمني الاستاذ قال الحمد لله انه ما صاير مشكلة. اللي كل عليك انك تجيبي ابوك وهو يجيب اهله او ابوه او امه وتلتقوا مع بعض وهو يعتذر لك وانت تعتذري وتوقعوا على تعهد انه ما تسووا هذا الشيء ابدا مع بعضكم وحتى لو التقيتوا ما تسووا هذا الشيء. فعشان كذا يعني انصحك انك تتجنبي هذه الفترة وما تشوفيه. فذيك الفترة يعني قعدنا تقريبا اسبوع في انه ما نشوف بعض نحاول ما نكلم بعض ما نسوي مع بعض شيء. فجاء ابويا ووقع طبعا هو ما قدر. اليوم الثاني جات امه وابوه ووقعوا ما التقينا مع بعض نهائيا ذيك الفترة. وصار الصلح وتم كل حاجة. بس ذيك اللحظة اكتشفت انه انا مو كل الاصدقاء يعني كلهم الاصدقاء توثق فيهم لانه هذولا ممكن يقلبوا عليك في اتفه اللحظات. طبعا اكتشفت الاصدقاء اللي كنت امشي معاهم واتغدى معاهم وهذا ما وثقوا فيني رغم انهم ما يعرفوا هذا الولد ولا صديقهم ولا يعرفوه ابدا. ما وثقوا فيني وقلبوا علي لمجرد انهم بس سمعوا الكلام يعني حتى ما تتكلموا معي.
واغلبية الناس عملوا معي زي اللي هو انا وابن عمي على الغريب، فوقفوا علي ضدي يعني، وما قعدوا يتعاملوا معايا ومطنشيني ويقعدوا يحشوا على راسي وكذا. طنشت الموضوع بعد فترة. هذا الولد نفسه كنت انا طالعة وهو جمع هو وصحابه وقعدوا يلحقوني اكثر من مرة ويقعد يحاول يتكلم معايا وينادين باسمي، ابغى اتكلم معاكي. هذه الفترة انا ما اتكلم معاه، مطنشات واخر طراش يعني. الحين حتى تقريبا الاسبوع هذا، الجمعة هذا اللي فاتت، راح للمكان يعني قاعد يطلع للمكان اللي احنا فيه. هم طبعا دورين، شعبتين دورين، هم عشان هو في التقنيات وكذا الدور اللي تحتنا واحنا الدور اللي فوق، فهو طول الوقت ناط عندنا، ناط لدورنا. طبعا انا ما ابغى اشوف وجهه، علاقتي بينه تقريبا مو سيئة ولا كويسة يعني. سلام عليكم يا جاري، انت في حالك وانا في حالي وخلاص. فهذا يعني بيني وبينه اصلا من زمان ما كان بيننا شيء، بس هو اللي كان يحاول يدخل نفسه، يحشر نفسه باموري، يتهابل علي زي كذا، حتى لدرجه انه انا لما اكون العب كره سله يقوم يلعب معايا، لما اسوي شيء يسوي معايا. فصار بيني وبينه اكثر من موقف يعني، هذا مو اول موقف، بس مش عارفه ايش سبب قلبته علي، او يعني سبب مد يده علي وعصبيته الفجائيه اللي صارت. فهذا هو القصة، فياريت تحكوا لي بكومنتاتكم اذا صار لكم هذا الموقف ايش كنتوا بتسووه، وايش رايكم بموقف اصحابي، هل هو موقف صحيح او لا؟ ولو انتوا فعلا في اجنبي عندكم وصار انه تعارك مع ولد ولا كذا، كنتوا بتقلبوا عليه وتقولوا انا وابن عمي على الغريب او لا، او تصفوا مع الشخص هذا وتقولوا له كذا؟ طبعا رد فعل الاساتذه حقتنا الاستاذات صدموا مني، قالوا لي ما كنا نتخيل لك انت شكلك صغير وكذا بنوته، وكيف طلعت يعني قويه وكذا، لدرجه انه الاستاذ قال لي، هو كان يعني يقول لي بالتفاصيل يتكلم معي، قلت له يا استاذ طبعا من اللي غلب، انا ولا هو؟ عشان بنت. قال بس انت ما تعتبري بنت، اللي سويتي ما يعتبر، ما يصف اي صفه للبنات يعني، اللي سويتي هذا اسمه عنف، اسمه انت اللي عملت عليه التنمر، مو هو اللي عملت عليك التنمر. فسكت ذي اللحظة، وفي منهم انبهروا وقالوا لي اني انا كويسة يعني طلع لي شخصية وزي كذا، وفي منهم اللي قلبوا علي او يكيد هم يحشوا علي ما ادري ايش السالفة. طبعا وصلنا لنهاية القصة، اذا حبيتوا يا ريت تشاركوني بكومنتاتكم، تردوني يعني تقولوا لي ايش اللي عجبكم في المقطع، او يعني لو صار لكم موقف زي كذا، او اصحابكم اللي سووا فيكم زي كذا ايش راح تكون ردة فعلكم منهم. وكمان للي مو مشترك في قناتي يشترك الان، ولا تنسوا تروحوا على الرابط حق العائلة بحط لكم في صندوق الوصف، ياريت تابعوني على الانستغرام بحط لكم الاسم هنا. كمان لسه انتو ما حددتوا عقاب احمد اللي صار بيني وبينه يعني التحدي، فياريت تحددوا العقاب وتروحوا لقناته، في بحط لكم كمان الرابط في صندوق الوصف، واحبكم كلكم، باي.